السلام عليكم واهلا بيكم. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن اللحظه المفصليه اللي بتمر بيها حدودنا الشرقيه، خصوصا بعد مقتل يحيى السنوار، واللي كان العائق الاكبر حسب وجهه نظر اسرائيل قدام اي محاوله للتوصل لاتفاق حوالين الافراج عن الرهائن او وقف اطلاق النار. خلونا نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وازاي موت السنوار ممكن يحقق المعادله بالكامل في المنطقه. وادعي اني اول محلل سياسي هيتكلم عن مستقبل الحرب في غزه في ظل قائد جديد لحماس، مش زي غيري اللي اتكلموا عن مرحله ما بعد السنوار بشكل عام. لا، انا في الحلقه دي هتكلم عن قائد محدد بعينه، وهو محمد السنوار. في البدايه، زي ما كلنا عارفين انه يحيى السنوار كان العقل المدبر ومهندس الهجمات اللي حصلت في 7 اكتوبر 2023، واللي سببت موجة عنف غير مسبوقة في الصراع ما بين حماس وإسرائيل. الهجمات دي خلفت وراها رهائن كتير محبوسين في أنفاق غزة، اللي اتصممت علشان تكون متاهة عسكرية معقدة. ورغم أن المفاوضات اللي كان فيها وسطاء مصريين وقطريين كانت قريبة من الوصول لاتفاق، ولكن بحسب تقرير نشرته مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية امبارح، فالسنوار وقف أي محاولات للتهدئة أو الإفراج عن الرهائن. وكان في تساؤلات كتير ما بين المسؤولين الامريكان والاسرائيليين عن مدى عقلانية السنوار، وهل هو مستعد ينهي معاناة شعبه ولا كان في طريقه لهلاك محتوم. على اي حال، شوف يا محترم، قتل السنوار كان نقطة تحول في الصراع بلا ادنى شك. وحسب تقرير ذا اتلانتيك، فبعد الاعلان عن موته، في مسؤول امريكي نافذ وصفه بانه العائق الاكبر للافراج عن الرهائن وانهاء الحرب. وبالتالي دلوقتي في امل جديد انه يبقى في تفاوض جديد لاطلاق سراح الرهائن، ولكن النقطه او النجاح في النقطه دي هيعتمد على الشخص اللي هيحل محل السنوار في قياده حماس، بجانب القرارات اللي هيتخذها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. ورئيس الامريكي جو بايدن على فكره اتصل بنتنياهو بعد العمليه العسكريه اللي ادت لمقتل السنوار، وشجعه على استغلال الفرصه دي للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب. وفي مسؤولين إسرائيليين شايفين إنه الفرصة دلوقتي أكبر للتوصل لاتفاق، وفعلا في نوايا لتجديد الجهود للوصول لحل، بس خدها مني بضمانة أبو الأناديل، كل الهري بتاع مجلة ذا أتلانتيك ده مش هيحصل. نتنياهو هيرفض أي تسوية من أي جانب من هنا لحد أكتوبر 2026، موعد الانتخابات في إسرائيل. والدليل على كلامي ذكرته المجلة نفسها في ذات نفس التقرير، لما لفتت نظر القارئ ان نتنياهو في خطابه الاخير قال حربنا لسه ما خلصتش، وبدل ما يركز على التفاوض دعا حماس للاستسلام، ووعد بالعفو عن اي حد يسلم سلاحه ويرجع الرهائن. كمان طلب من سكان غزة ولبنان ان هم يستغلوا الفرصة دي علشان يثوروا ضد المحور الايراني اللي بيسيطر على المنطقة. فالواضح ان الجيش الاسرائيلي مش ناوي يسيب غزه في المستقبل القريب. وخد الكبيره بقى، المجله نقلت عن بيني جانتس اللي كان قائد الجيش الاسرائيلي السابق وعضو في مجلس الحرب، تصريح مثير للجدل لما قال ان الجيش هيبقى في غزه لسنوات قادمه. ده يخليك تفهم كويس ان التغيرات اللي بتحصل بعد مقتل السنوار ضخمه بمعنى الكلمه. بس هل ده معناه انه حماس بقت اضعف او ممكن تبقى اكثر قابليه للتفاوض؟ حسب ذا أتلانتيك، في كلام انه في اعضاء من حماس كانوا بيميلوا لانهاء القتال، ولكن السنوار كان مصمم على الاستمرار في الحرب. ودلوقتي بعد ما مات هنشوف اذا كانت حماس فعلا هتقدر تستمر في نفس الاتجاه ولا لا. هنا بيظهر السؤال الاهم، مين اللي هيخلف السنوار؟ ذا أتلانتيك بتقول انه محمد السنوار اخوه الازرق هو المرشح الاقرب لقيادة العمليات العسكرية في غزة على الاقل، ولو حصل وتم انتخابه علشان يكون هو القائد السياسي زي ما حصل مع اخوه بعد اغتيال اسماعيل هنيه، فالمسؤولين بيقولوا ان التوصل لاي اتفاق هيبقى صعب جدا، لانه القائد الجديد هيكون زي القديم بالظبط. السيناريو اللي قدامنا دلوقتي معقد جدا، في احتماليه انه القياده الجديده لحماس تكون اكثر عنفا، خصوصا لو محمد السنوار استلم القياده العسكريه والسياسيه. ولكن في نفس الوقت موت يحيى السنوار بيفتح الباب لإعادة تشكيل التوازنات داخل الحركة نفسها. في تقارير بتقول إنه بعض القيادات داخل حماس كانوا بيميلوا لإنهاء الحرب والتفاوض، ولكن وبما إن السنوار هو اللي كان بيعطل أي تقدم، فدلوقتي مع غيابه ممكن نشوف اتجاهات جديدة أو على الأقل تراجع مؤقت في حدة القتال. ومن الناحية الإسرائيلية، مقتل السنوار ممكن يعتبر انتصار جزئي،
نتنياهو وحكومته هيستغلوا اللحظة دي علشان يظهروا للإسرائيليين إن هم حققوا هدف ضخم، وهو القضاء على رأس الأفعى في حماس. ولكن الحقيقة إن القضاء على قائد واحد مش هو الحل الكامل. حماس لسه موجودة ورهائن لسه في الأسر، وزي ما قال بعض المسؤولين الإسرائيليين مفيش نصر كامل إلا لما يرجعوا رهائن. ده اللي بيخلي الوضع دلوقتي حساس جدا، لأنه رأي العام الإسرائيلي وبالأخص أهالي الرهائن مش هيقبلوا إن الحكومة تكتفي بقتل السنوار من غير ما يكون في خطوات ملموسة للإفراج عن الأسرى. عموما من وجهة نظري اللي واضح إنه الوضع في غزة بعد مقتل السنوار مش هيبقى زي ما كان قبل كده، سواء كانت حماس هتقدر تعيد ترتيب أوراقها وتكمل في نفس النهج، أو هتضطر تتراجع وتقبل بالتفاوض. كل ده مرتبط بشخصية القائد الجديد اللي هو بنسبة كبيرة بحسب تقرير مجلة ذا أتلانتيك هيكون محمد السنوار. فلو استلم القيادة فعلا غالبا مش هيبقى مختلف كتير عن أخوه، بس لو حصل تغيير غير متوقع وتم انتخاب قيادة جديدة مستعدة للتفاوض، فممكن الأمور ساعتها تاخد منحة تاني، ده بحسب وجهة نظر المجلة. كمان في نقطة مهمة لازم نركز عليها، وهي دور الوسطاء وتحديدا قطر اللي هي وسيط رئيسي في المفاوضات قبل ما الأمور تتعقد بسبب السنوار. فدلوقتي بعد موت السنوار الضغط على قطر هيزيد علشان تساهم في اختيار قيادة جديدة لحماس تكون أكتر انفتاحا على الحوار. طب ليه أنا هنا بتكلم على قطر مش على مصر؟ لأنه ببساطة قطر هي اللي بتمول حماس. فالسؤال هنا، هل قطر هتقدر تلعب الدور ده ولا ملهاش سلطة على أعضاء المكتب السياسي الحماس فيما يخص الانتخابات لاختيار قائد الحركة؟ عموما تعالوا دلوقتي اخدكم لجزء تاني من تقرير مجلة ذا أتلانتيك. المجلة هنا بتوضح ان اللي بيحصل في غزة دلوقتي مش مجرد صراع عسكري تقليدي ما بين جيشين، ولكن اللي بيحصل فعليا هو صراع ما بين دولة متقدمة عسكريا زي اسرائيل وحركة مقاومة بتحاول تستغل كل الوسائل الممكنة علشان تستمر في مواجهتها. المجلة بتأكد ان اسرائيل قدرت تقضي على معظم القيادات البارزة في حماس، ولكن ده ما يعنيش ان الحرب انتهت او ان التهديد زال. حماس دلوقتي اتبنت استراتيجية جديدة، او بمعنى ادق رجعت لاستراتيجية حرب العصابات اللي بتعتمد على التحرك في الظل والاختباء في شبكة الانفاق الواسعة اللي بتغطي غزة. يعني مفيش مواجهات من المسافة صفر زي الاول، والحرب هتتقلب لحرب كمائن من الالف للياء، والموضوع هيتأزم أكتر مع انتخاب محمد السنوار لو حصل. وده بيدخلنا في نقطة تانية مهمة، وهي هل إسرائيل فعلا تقدر تقضي على حماس نهائيا؟ الإجابة بمنتهى البساطة هي لا. حتى لو إسرائيل نجحت في القضاء على القيادات العليا لحركة حماس، فالحركة عندها القدرة إنها تتكيف مع الظروف الجديدة. مفيش زعيم لحماس إلا ويقدر حد تاني ياخد مكانه. الحركة اتعلمت إنها تتعامل مع الضغوط دي من سنين طويلة، وده اللي مخليها مرنة بشكل كبير. كمان لو بصينا من زاوية تانية هتلاقي إنه حماس مش مجرد قوة عسكرية، لا هي كمان قوة سياسية واجتماعية. الحركة بتمثل جزء كبير من المجتمع الفلسطيني، وده بيديها قوة تانية غير القوة العسكرية. يعني حتى لو إسرائيل قدرت إنها تسيطر عسكريا، فهي مش هتقدر تقلع حماس من جذورها من المجتمع الفلسطيني. وفي نفس الوقت الحرب المستمرة دي مش في صالح إسرائيل على المدى البعيد. صحيح إن عندها جيش قوي، ولكن العمليات العسكرية الطويلة بتستنزفها، والضغط الدولي كمان بيزيد كل ما الحرب تستمر، خصوصا مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة. فالضربات الجوية والهجمات البرية بالتأكيد أضعفت من حماس، ولكن ما دمرتهاش من الناحية السياسية ولا العسكرية بالكامل. الوضع برضه معقد. الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بتواجه ضغوط داخلية وخارجية. يعني مثلا خارجيا في نقاش كبير في إسرائيل حوالين الأولويات، هل الأفضل التركيز على القضاء على حماس بالكامل ولا الأولوية لازم تكون لعودة الرهائن؟ نتنياهو بيواجه انتقادات شديدة من بعض الأطراف داخل المجتمع الإسرائيلي اللي شايفة إن الحكومة مش بتحط الرهائن في أولوياتها، وده بيخلق حالة من الانقسام الداخلي اللي ممكن يضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة. ومن ناحية تانية المفاوضات مع الدول الوسيطة زي قطر مهمة جدا. قطر بتلعب دور رئيسي في الوساطة ما بين إسرائيل وحماس، ووجودها مهم علشان تفتح باب للتفاوض. ولكن السؤال هنا،
هل حماس مستعدة تتفاوض بجدية بعد كل اللي حصل؟ وهل القيادة الجديدة اللي هتيجي بعد مقتل القيادات الرئيسية هتكون عندها استعداد انها تدخل في مفاوضات اصلا، ولا هتفضل متمسكة بالمقاومة المسلحة وتدور على الانتقام؟ على الاغلب هو ده اللي هيحصل. اللي واضح لحد دلوقتي انه الوضع معقد، واي كلام عن نهاية قريبة للصراع ده مش هيكون كلام واقعي. حرب العصابات اللي بتتبناها حماس مع شبكة الأنفاق اللي صعب السيطرة عليها بتخلي الأمور معقدة جدا بالنسبة لإسرائيل. ولكن في نفس الوقت حماس برضو مش في وضع مثالي. الحركة بتواجه ضغوط عسكرية شديدة وأوضاع إنسانية كارثية في غزة بتزود من التحديات اللي قدامها. وفي النهاية السؤال اللي بيطرح نفسه، هل في حل سلمي للصراع ده؟ الإجابة معقدة جدا، لأن الصراع ده بقى أكبر من مجرد مواجهة عسكرية، ده صراع على الهوية، على الأرض، على الوجود، وإسرائيل وحماس كل واحد فيهم بيشوف نفسه إن هو صاحب الحق الوحيد. أتمنى حضراتكم تشاركوني بآرائكم في التعليقات، وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.